شوف راني ان شاء الله في الاشهر الاولى نتاع 2020 راح تكون عندكم لا بانك دي ستارت اب اي لا ميكرو انتربريز. دونك سي فوت بارتنير كي بو سويفرا كي بو انكوراجرا كي بو. اننا اليوم امام اولى تحديات البدء في التغيير والمرور الى جمهوريه جديده بدأت بالفعل معالمها ترتسم وتتجسد أكثر في المقبل من الأيام بمعية كفاءات مقتدرة ومثقلة بالخبرة الكافية لتطبيق تعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومباشرة الحلول الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل الفرد الجزائري يستشعر الرفاهية في بلاده خلال هذا العام الجديد. ظن بلي الجزائر الآن في يد آمنة، وإن شاء الله الشعب ما يشوف هذه السنة ما تكون إلا سنة الاستقرار وسنة التفاهم وسنة التشاور، أننا نبنوا هذا الوطن اللي يد في اليد وجميع الشعب يعني كخاوة. السنة الجديدة هذه إن شاء الله نتمنى وبه يكون الخير لهذه البلاد ويكون الاستقرار والأمن والطمأنينة في هذا العام الجديد. إن شاء الله هي سنة 2020 تدخلنا بالصحة والستر والبركة، ونتمنى الخير لهذه البلاد، وإحنا نعرفوا بلي هذه البلاد فيها رجال، وهذا الرجال يعني اللي راهم صاهرين على هذه البلاد تكون ان شاء الله الخير لهذه البلاد. يعني نتمنوا الخير لرئيس الجمهوريه الجديد اليوم باش ينجم يكمل المسيره نتاعه، وحنا يعني ككل يعني كنتمنوا كاع ابناء الجزائر الصالحين والمواطنين باش نتعاونوا باش نبنوا بلادنا. نبنوا بلادنا كما كانوا والدينا بكري في الثوره بناوها، اليوم حنا فاني نتمنوا باش حنا نقولوا نعاودوا نديروا الاستمراريه هذه نتاع يعني نتاع الوالدين نتاع الكبار باش البلاد تكون مستقره ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الخير للبلاد، ونتمنى ان شاء الله هذا الرئيس ربي يوفقه فطوعي على الاقل يساعد العباد وعلى الاقل يساعدنا ان شاء الله، ونتمنى النمو والازدهار للجزائر ان شاء الله بربي. نحن في الواقع امام مواطن وفاعل رئيس به تكسب المؤسسات شرعيتها، ومن أجله تتضافر الجهود لتجاوز رهانات لا تبدو سهلة التحقيق، خاصة في ظل إقليم ملتهب على كل الجبهات يوجب علينا الصلابة في المواقف، ويلزمنا الالتفاف حول من عاهدوا فوفوا ومن التزموا بالمهام الدستورية في حماية أمن البلاد واستقرارها بإرادة لا تلين وعقيدة غير قابلة للتغيير. لقد انقضى عام أخضع الجزائريين لتجارب لم تزدهم إلا قوة في مواجهة كل المراحل مهما كانت حساسة، وسيكون العام الجديد للتطبيق الميداني للالتزامات 54 مع من اختاره الجزائريون راعيا للبلاد وأناطوا به تنظيم شؤونهم.